صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقام عندنا يوم الجمعة درس قبل الخطبة يجتمع فيه الناس على المدرس، فهل يجوز حضور هذا الدرس علما بأن القصد ليس هو الحضور وإنما تحصيل فضل التبكير لصلاة الجمعة؟ يجوز، هذا يجوز، إذا وجدت فائدة وجلست تستفيد ما في مانع، قبل الجمعة أو بعد الجمعة. ويروى عن بعض الصحابة، أظن عن أبي هريرة، أنه يجلس يذكر الناس قبل صلاة الجمعة، ورد في شيء عن بعض الصحابة. فعلى كل حال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم.